تحديد مخططاتها ومزيد من تحضير الامن للعدو الصهيوني وانفاذ تطورات الاداره الامريكيه لمصالحها في المنطقه. واذا مثل هذه الحاله المركبه لهذا النظام فان الشعب المصري بقواه الاجتماعيه والسياسيه ومفكريه الممتنين بصدق الى حلم العيش بالحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه يواصلون بدأب واصرار طريقهم نحو اكمال ثوره لم تكتمل. وفي هذا السياق تتبدى مظاهر الغضب والاحتجاج التي تحتاج لمزيد من التنظيم في الشارع المصري. وتتبدى محاولات النخبه المصريه لان تقدم مخارج من الازمه بكل مستوياتها. وكانت اجزاء هامه في هذه النخبه قد طرحت ولا زالت تطرح ان خروج مصر من ازمه الاستقطاب الحاد الذي يمكن ان يؤدي الى مزيد من العنف والسير من المكان وتاذين المشهد السياسي ومن ثم تقريب الكارثه الاقتصاديه يمكن ان تجد حلولا مسؤوله عاقله كان حدها الادنى ولا يزال بالنسبه لنا سبعا مرتكزات رئيسيه. اولها عدل اجتماعي لابد ان نتوافق عليه ينصف الفقراء وتصور عن التنميه يمكننا من تحقيق هذا الهدف. ثانيا امن لابد ان يتمتع به المواطن المصري في بيته وشارعه يستوجب اعاده صياغه مؤسسه الشرطه على نحو نجعلها في خدمه الشعب وسياده القانون ويمكنها من احترافيه تستطيع بها ان تنجز مهامها. ثالثا قصاص عادل لشهداء الثوره ومصابيها عبر عداله انتقاليه نحتاج الى ذلك لمصالحه وطنيه شامله هي احد الشروط ضمن تصور عام لانقاذ مصر مما هي فيه وفتح الافق امامها لتحقيق ما تستحقه وهو اهداف الثوره العظيمه التي تفجرت في 25 يناير. رابعا دستور يعبر عن توافق وطني عبر حوار جاد يستعيد امكانيه الاتفاق على النصوص الدستوريه محل الخلاف. وهذه النقاط الاربعه لا يمكن التقدم اليها واقعيا كسبيل للبحث عن مخرج سياسي للازمه الطاحنه في مصر ما لم تتوافر باقي النقاط السبعه. وهي سادسا حكومه جديده تنهي هيمنه الاخوان المسلمين على الحكومه وتفتح الباب لحكومه كفاءات وطنيه قادره على اداره مرحله انتقال حسب رؤيه تنتصر للشعب ولا تنحاز للجماعه. سادسا نائب عام جديد ينهي ماساه تعيين هذا النائب العام ويعطي لجموع المصريين شعورا بالثقه ويستعيد لمؤسسه القضاء احتراما واجبا اهين بقرارات رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام. سابعا قانون انتخابات جديد يعبر عن إمكانية حقيقية لتوافر شروط نزاهة وحرية الانتخابات في مصر. في هذا المسعى شوف انت عملت فينا ايه؟ مشكلة.
ثانية واحدة معلش معلش.